والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة سادسة تستعرضها لنا فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا مصطفى ميزار، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي في احتياجات المستهلكين حتى أبريل المقبل. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلاته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة. تناول العدد الجديد موضوع التكتلات الاقتصادية، وتضمن مجموعة من المقالات والتحليلات التي أشارت إلى الفرص القائمة لمصر بوجودها الأفريقي، كما أشارت التحليلات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد فرصة للوجود المصري بقوة في عدد من دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الأفريقية كافة. شاركت مصر في المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول لدولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا كضيف شرف للمؤتمر بحضور لفيف من الوزراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية. أكدت مصر في كلمتها بالمؤتمر التي ألقاها وزير المالية حرص القاهرة على تقديم الدعم لجنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطلعها كذلك إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت نحو 2,200,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 13 مليار. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 18,910 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 49% يغلق عند مستوى 3,838 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67% يغلق عند مستوى 5,630 نقاط. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بمحادثات وصفتها بالمثمرة والجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين، وذلك في ختام زيارة إلى الصين. تأتي زيارة جورجييفا إلى الصين ضمن جولة آسيوية تشمل جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل انتقالها إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى ودينا لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض الاقتصادي.